تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحلل المالية في شرق الأخبار. نبدأ من يعني هذه المقارنة. ماري أهلا بك أولا، نرحب بك في أسواق الشرق. كيف تنظرين إلى هذه المقارنة بالنسبة للMSCI للأسواق الخليجية؟ فعلا محمد، يعني نحن بس بدنا ناخذ اداء الاسواق دائما بنلجا لاسلوب المقارنه، ووقت اللي بدنا نقارن بنقارن الاشياء المثيله ببعضها. هلا MSCI خلقت المؤشر تبع اسواق الخليج، وصار له فتره يعني من السنه الماضيه اذا بنتذكر لحديت اليوم عم بيكون متفوق على مؤشر MSCI العالمي ومؤشر MSCI للاسواق الناشئه. هلا نحن بناخذ اكثر مع الاسواق الناشئه على اساس انه بنعتبر انه الاسواق بدول الخليج ما زالت ناشئه، وبنقارنها مع الاسواق الناشئه. يعني عندنا ارتفاعات نحن على مؤشر MSCI تبع اسواق الخليج بحدود 17%، بالوقت يلي MSCI World Index عم بيسجل تراجع ب 4%، والإيمرجينج ماركت عم بيسجل تراجع ب 6.7%. يعني نحن ما عم نحكي عن نسب ضئيله، عم نحكي بارتفاعات جدا عاليه بالوقت يلي عم بتسجل المؤشرات العالميه تراجعات. هلا دائما بدنا نطلع نحن على المكونات تبع هيدي المؤشرات لحتى نقدر نعطي التحليل المناسب او نعرف السبب الرئيسي ليش كانت عم بتسجل هيدي الارتفاعات. فمن هون بنطلع يعني على المكونات تبع هيدي المؤشرات، وحنلاقي من اكبر فيها اكثر يعني تاثيرا عم بيكون مؤشر المؤشرات الاماراتيه، المؤشر القطري، والمؤشر تبع تاسي. يعني طيب ماري، اذا هيدي المؤشرات الخليجيه إذا أردنا تفصيل المؤشرات كلا على حدة، نبدأ من القطاع أو نبدأ من الأسواق الإماراتية، أي قطاعات كانت تقود هذه الارتفاعات ماري هذا الشهر، وثم ننتقل إلى المؤشرات الأخرى في الدول الخليجية الأخرى. هلا باسواق الامارات نور، يعني كان في عنا المؤشر تبع سوق ابو ظبي هو اللي كان مسجل اكبر ارتفاع باسواق الخليج، عم يسجل 16.5% تقريبا ارتفاعات، بالوقت يلي سوق دبي مؤخرا رجع انه يرتفع بالتداولات وحتى بالارتفاعات يلي عم تصير على المؤشر، حيث انه صار مسجل بالربع الاول تقريبا 10% ارتفاعات. القطاعات الرئيسيه اللي كانت عم تحرك، انت ذكرت من شوي انه قطاع العقاري كان مؤخرا هو عم بيكون قياده بالتداولات، ولكن قطاع البنوك دائماً عم بيكون تأثيره إيجابي على المؤشرات ككل بدول الخليج. يعني قطاع البنوك كنا عم نشهد عليه نحن ارتفاعات متتالية من بعد إعلان النتائج ومن بعد خفض المخصصات بالنتائج تبع 2021، أثرت بشكل إيجابي عند المستثمرين وأعادة الثقة لديهم على الأداء تبع هذا القطاع، وحتى التوزيعات إجت إيجابية. يعني ما فينا نقول أنه قطاع معين، استثنائياً بدنا نقول بالآخر شهر شهر وشوي من وقت اندلاع الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، صار في عنا دعم من قبل أسعار النفط المرتفعة اللي وصلت ل $130، أثرت على قطاع الطاقة اللي موجود بالمنطقة ككل، وهي كانت عم تدعم بشكل أو بآخر، ولكن تذبذبات ما في إجي أقول بسببها إنه هيدا هو القطاع الرئيسي اللي دعم. فبنضل مركزين على قطاع العقاري. يعني ماري، هل سنبقى نرى يعني هذا الأداء الإيجابي وهذا الاتجاه الصاعد لأسهم القطاع البنكي في الخليج عموما، خصوصا أنه احنا كنا نتحدث أنه رفع الفوائد كانت تستفيد منه هذه الأسهم في هذا القطاع، ليس في أسواق الخليج وأيضا في الأسواق العالمية، وكنا نشوف هذه الارتفاعات على أسهم هذا القطاع؟ صحيح محمد، هلا الارتفاعات يعني تعديل اسعار الفائده حيكون انعكاسه ايجابي في اماكن معينه على بعض البنوك، وبالتالي يعني حتى النظره المستقبليه يمكن مش بالامارات تحديدا ولكن مثلا بالسعوديه، النظره المستقبليه لقطاع البنوك ما زالت ايجابيه، ما زال في عندك يعني جولدمان ساكس وغيرها من البنوك العالميه عندها تقييمات جدا عاليه ما زالت لهذه البنوك، يعني نظره مستقبليه ايجابيه. يعني نحن بنطلع هلا اليوم تحديدا بالسوق السعودي اللي هو اكبر نسبه بمؤشر MSCI جي سي سي، اكبر بنك اللي هو الراجحي مثلا، عم بيكون عنده ارتفاعات عاليه خلال الربع الاول، حتى اصلا قطاع البنوك بالسعوديه مسجل ارتفاعات بحدود 18% من بدايه العام لليوم. يعني المؤشر لحاله مسجل تقريبا 15% 15.5%، بالقطاع البنوك مسجل اعلى نسبه اللي هو 19%. يعني ما زالت النظره المستقبليه للبنوك فيها ايجابيه رغم الارتفاعات، يعني الارتفاعات باسعار الفائده عم تدعم هذا الموضوع، وتقليص المخصصات وانفتاح الدول من بعد جائحه كورونا عم بيساهم اكثر واكثر بدعم هذا القطاع.
طيب ماري، سؤال أخير، يعني تحدثنا عن الأهمية لقطاع البنوك في هذه المرحلة، في المرحلة يعني التي سبقت، بالنسبة للربع الثاني الذي يبدأ يوم الغد، ماذا نتوقع خصوصا أنه حتى شهر مايو لا رفع للفوائد، حتى يعني حتى بشهر مايو لا نعرف ماذا ستؤول إليه الأمور بالنسبة للفدرالي الأمريكي، ما هو الذي سيحرك قطاع البنوك في الشهر الأول من الربع الثاني، أو أي قطاعات سيكون لها ربما الدور الأبرز، الدور الأكبر في تحريك الأسواق الخليجية؟ هلا نور، بالإجمال الربع الثاني من كل سنة بيكون أخف زخم من الربع الأول حسب ما كنا بنشهد بالسنين اللي قطعت، ولكن يعني نحن كمان بأول شهر من الربع حنكون بشهر رمضان الكريم، يعني بدون شيء بيكون في عنا شوية ركود أو نسب تداول أقل من ما هي معتادة عليها سابقا، ولكن هلا الفترة استثنائية، الكل منتظر إنه يكون في عنا نمو، والكل منتظر إنه يكون في تسجيل أرباح، خاصة مع الإعلانات تبع الإدراجات يلي بدها تجي بالفترات الجاية. يعني احنا بالسعودية عندنا 6 شركات تم إدراجها بالسوق الرئيسي من بداية العام لليوم، يلي هي خلقت سيولة زيادة بقلب الأسواق، وفي عندنا هلا بعد شوي كمان بده يصير في عندنا إدراجات بسوق دبي، أولهم حيكون ديوا ب 12 أبريل، يعني هيدي كلها حتكون محركات عم تخلق سيولة جديدة بقلب الأسواق وعم تدعم السنتمنت تبع المستثمرين الإيجابية، رغم إنه حيكون مثلا بعض متوقع أنه تقليص ساعات التداول في أماكن معينة أو أي شيء ممكن يأثر على الأسواق، ولكن برأينا أنه حيضل في عنا إيجابية من قبل المستثمرين، ممكن تخف شوي أحجام التداول، ولكن الارتفاعات حنضلنا شايفينها مستمرة، خاصة أنه حيكون في كمان إعلان نتائج، والنتائج للربع الأول متوقع أنها تكون جيدة وإيجابية، خاصة أنه ما كان في بعد تأثيرات المشاكل الجيوسياسية عم تأثر على شركات أو القطاعات بقلب المنطقة. ماري سالم، محللة مالية في الشرق للأخبار، كنت معنا مباشرة من بيروت، نشكر لك هذه المشاركة معنا اليوم في أسواق الشرق.